مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نخصصها للحديث عن دور المتاحف في التعريف بالثقافة والتراث الموريتاني على ضوء المؤتمر التأسيسي لشبكة المتاحف الخاصة في موريتانيا. معنا للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ سيدي ولمجاد، مسؤول الإعلام في الشبكة الخاصة للمتاحف في موريتانيا. أستاذ سيدي، أهلا وسهلا بك في البداية. مرحبا. في البداية، ما مدى أهمية تأسيس مثل هذه الشبكة ودورها في حماية التراث الموريتاني وصيانته من الاندثار؟ أولا الأخ محمد فال، شكرا لكم على متابعة قناتكم الموقرة لشديد الحراك الثقافي في البلد. بطبيعة الحال، المتاحف اليوم في منظومة الثقافة العالمية هي من أبرز واجهات التراث والفكر والعادات المستمدة من التاريخ الثقافي للمجتمعات والشعوب الراقية. ولذلك أردنا من خلال هذا المؤتمر التأسيسي لشبكة المتاحف الموريتانية الخصوصية أن ننسق جهود وتطلعات القائمين على هذه المتاحف في إطار الاستراتيجية الوطنية المرسومة للنهوض بالثقافة الوطنية عموما. وقد جرى هذا المؤتمر التأسيسي تحت رعاية وزارة الثقافة والصناعة التقليدية. وبالمناسبة، نود أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي الوزيرة هندو بنت عينينا على التواصل مع الفاعلين الثقافيين، خاصة في هذه التجربة الوليدة لخيمة المتاحف الموريتانية الخصوصية. وأنا أقول خيمة المتاحف الموريتانية لأن الخيمة التقليدية في ذاكرتنا الثقافية هي فسيفساء من ألوان الطيف الثقافي المعبر عن تشكيلة مختلفة من الفنون والإبداعات المرسومة على سقف هذه الخيمة، التي عندما نتطلع إليها نجد الذات الموريتانية بكل ألوان طيفها العرقي والثقافي والاجتماعي. ولذلك عموما نحن لاحظنا أنه في إطار الحياة الثقافية الموريتانية هناك شبه غياب للدور المنوط بمؤسسة المتاحف الموريتانية، التي تريد شخصيات متعددة وجهات متعددة في المجتمع المدني أن تعبر من خلالها عن الثقافة الموريتانية. ولذلك نسقنا في هذا السياق مع المؤسسة الوطنية للمتاحف التي احتضنت المؤتمر التأسيسي. وهناك على الأقل اليوم في موريتانيا بلغة الأرقام حوالي 10 متاحف خاصة ذات وجهة مقبولة بالنسبة للمهتمين بالثقافة والتراث على مختلف أنحاء الوطن. ولذلك نحن دعونا أيضا لهذا المؤتمر التأسيسي شخصيات وخبراء في مجال الثقافة والاتصال من المهتمين بالثقافة الموريتانية للمشاركة في وضع التصورات والنقاش. فقد كان هذا المؤتمر مؤتمر حوار أولا حول هذا الموضوع ومكانته في الثقافة الموريتانية، أي المتاحف، والتي كما أشرت لك ينبغي أن تلعب اليوم دورا متميزا في التعريف بموريتانيا، لأن دبلوماسية الثقافة اليوم عبر العالم تأتي المتاحف في طليعتها من خلال ما تستقطبه من زوار ومن رواد، وهي لوحة معروضة هادئة للتعريف بمقتنيات وبجوانب الصورة الثقافية لكل بلد على حدة. جميل جدا. المتاحف كما تعلم أستاذنا هي ذاكرة، تمثل ذاكرة حية لأي مجتمع، ذاكرة تاريخية وحضارية لأهم منجزاته الثقافية والتاريخية. هل ترى لنا في موريتانيا تتوفر لدينا متاحف يمكن أن تقدم ولو جزءا مهما من تاريخنا الثقافي وحضارتنا الإسلامية؟ هذا سؤال جوهري في هذا السياق. ولذلك نحن أردنا من خلال هذه الدائرة التي أسسناها لتأسيس انطلاقة هذا المؤتمر أن نستقطب أولا أهم الخبراء والرواد المهتمين فعلا بالتراث الثقافي انطلاقا من مرآة المتاحف. ولذلك فقد كان اختيار الشخصيات القائمة على هذه التجربة الجديدة، شبكة المتاحف الموريتانية، قائما عن طريق الاقتناع والإجماع بضرورة الدور الذي ينبغي أن تلعبه هذه الشبكة في ريادة العمل الثقافي الموريتاني، حيث انتخبت شخصية معروفة على المستوى الوطني وفاعلة في الميدان الثقافي
وهو السيد عينين وليي رئيس هيئة أزوغي للثقافة والتراث، لأننا نريد أن نعطي من خلال هذه المتاحف صميم تاريخنا الثقافي. فأزوغي كما تعلم هي مهد المرابطين، وهي منطلق دولة المرابطين، وهي التي انطلق منها يوسف بن تاشفين إلى مراكش قبل أن يستقر به الحال في المحطة الثانية لدولة المرابطين، وهي أيضا مهد أول مخطوط عثر عليه في تاريخ الثقافة الموريتانية، هو مخطوط كتاب الإشارة في تدبير الإمارة للإمام محمد بن الحسن المرادي الحضرمي، الذي يعتبر هذا الكتاب يعتبر مرجعية في الفكر السياسي الإسلامي إلى جانب فكر الأحكام السلطانية في التاريخ الإسلامي. ولكن كل هذه الحلقات أصبحت بالنسبة للكثير من المتابعين للشأن الثقافي حلقات مفقودة، لأن الفعل الثقافي اليوم خيوطه ينبغي أن تتواصل من خلال مختلف جوانب العملية الثقافية. واليوم نحن نعتقد أن المتاحف تعتبر الذاكرة الأساسية للتعريف بهذه الثقافة الموريتانية بما يمكن أن تضمه من جوانب التراث الموريتاني. وفي هذا السياق نحن أيضا نواكب مشروع وزارة الثقافة والصناعة التقليدية لإطلاق حلقات جديدة لمشروع النهوض بالتراث والثقافة الموريتانية. كما تعلم تم تدشين مشروع صيانة التراث الثقافي للمدن القديمة ومحيطها، وكذلك مشروع إحياء التراث القيمي. وأنا أعتقد أن تجربة المتاحف الموريتانية يمكن أن تواكب بشكل جيد تطلعات مشروع النهوض بالتراث الثقافي. ولكن سؤالك جوهري، وهو أن المتاحف اليوم ينبغي أن تكون لها قواعد علمية معروفة، فليس كل من جمع مختنيات من التراث أو الصناعة التقليدية يطلق عليه متحف. لا، المتحف اليوم حتى من الناحية المؤسسية هناك هيئات للعضوية وهيئات للرقابة وهيئات للمتابعة على المستوى العربي والإفريقي والعالمي، ومعترف بها لدى اليونسكو بالنسبة لمفهوم المتاحف في الثقافة وفي التراث. وعلى كل حال نحن في موريتانيا الذين توجهوا إلى هذه التجربة هم من عشاق التراث الوطني بالدرجة الأولى. وأنا أريد أن أنوه في هذا السياق بتجربة متحف تويزكت الأزهري في مدينة أطار لصاحبه عاشق التراث الأستاذ الخليل المنتهى. وكما ذكر الرئيس عينين وليي في كلمته بالمناسبة، فقد حيا تجربة هذا الرجل واعتبر أن له الدور الكبير في مشروع هذه الفكرة وهذه الشبكة. ولكن أعتقد أن قائمة المتاحف الموريتانية لن تتوسع كثيرا، لأن المسألة تتطلب جهود وتتطلب إمكانيات ومواصفات علمية. في هذا السياق كما تعلم كل من يزور متحف اليوم يجد أن كل قطعة لديها تعريف ولديها رقم معين ومعلومات كاملة ومحفوظة أيضا بحسب ظروف معينة لصيانتها والحفاظ عليها. هذا ما نريده. حتى أيضا انتقال القطع الأثرية والمقتنيات داخل المتاحف إلى الخارج تحكمه منظومة قانونية، ولأنه مرتبط بمدى الحفاظ على هذه الآثار والخوف من تهريبها. وهناك لدينا اليوم سؤال جوهري، هل هناك آثار ومقتنيات موريتانية خارج المحيط الجغرافي لموريتانيا ويمكن استرجاعها إلى ذاكرة المتاحف الموريتانية؟ نحن يجب أن نشتغل أيضا على هذا السياق، لأنه لدينا معلومات بغياب كثير من المقتنيات التراثية عبر السنوات الماضية من ذاكرة التراث الموريتاني. هذه مرحلة، اسمح لي أستاذ سيدي، هذه مرحلة نقطة مهمة جدا تتعلق ب التراث الموريتاني، جمع هذا التراث في مرحلة أولية، لأن هذا التراث كما ذكرت يعاني أحيانا من ضعف في الصيانة ويعاني من شبه اندثار أو ضعف في الاهتمام به نظرا لثقافتنا. كما تعلم نحن ثقافتنا ثقافة شفهية أو شفوية، ونحن أيضا رحل، فاهتمامنا بالثقافة بمعناها التراكمي بمعناها الحضاري كان ضعيفا، وبالتالي بقية تراثنا الثقافي ضاع الكثير منه نظرا لهذه الظروف الموضوعية. لكن بعد أن تأسست الدول الحديثة لا تزال جهود جمع التراث محدودة، وكما ذكرت في أغلبها نابعة من هم أو عشق شخصي للتراث وجمع لمقتنيات معينة. كيف نتحول من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى يكون فيها الاهتمام بجمع التراث وصيانته هما وطنيا عاما وشعبيا بين قوسين؟ هذا هو التطلع المشترك الذي يجب أن ينتظم جهود جميع الفاعلين في الميدان الثقافي. وكما أشرت، نحن في إطار المجتمع المدني ومن خلال هذه الشبكة والتطلعات القائمين على هذه المتاحف الخاصة هو
التأكيد على صورة موريتانيا الثقافية داخليا وخارجيا من خلال رسم خريطة ثقافية فاعلة لإشراك أصحاب المتاحف في التجربة الثقافية الوطنية عموما. وكما قلت لك نحن كان لدينا تواصل إيجابي مع وزارة الثقافة في هذا السياق، ومن خلال أيضا متحف أزوغي للآثار وجدنا اهتمام خاص من وزارة الثقافة فيما يتعلق بالتعاون بمقتنيات مدينة أزوغي التاريخية لدى المعهد الموريتاني للبحث العلمي، وتم التواصل أيضا مع إدارة المعهد الموريتاني للبحث العلمي، فوجدنا أن هناك بيبليوغرافيا كبيرة لمقتنيات أزوغي عبر العصور، والذين تم هذه الآثار التي تم اكتشافها من طرف خبراء ورحل ورحالة أيضا غربيين في التنقيبات الأثرية موجودة ومحفوظة بالصورة والرقم في كتاب لدى المعهد الموريتاني للبحث العلمي. وأنا أعتقد أن التواصل من أجل حفظ هذه الذاكرة داخل متحف معين يعتبر مكسب كبير للثقافة الموريتانية. في هذا السياق أيضا نحن نريد أن نربط تجربة المتاحف بالتنمية وبالسياحة. كما تعلم اليوم المتاحف تعتبر هي الوجهة الأولى والقبلة الأساسية لرواد السياحة والفنون والثقافة، وحتى أيضا لها مردودية مادية على الاقتصاد المحلي وعلى الدورة الثقافية والتنموية لمجتمع المحلي الذي توجد في هذه المتاحف من خلال رسوم الزيارات، ومن خلال أيضا منظومة المجمع الثقافي المحيط بهذه المتاحف الذي عادة يتكون من دكاكين للصناعة التقليدية ومن محلات لشراء الهدايا التذكارية وإلى غير ذلك. فنحن نريد من خلال هذه المتاحف والتي يوجد أبرزها الآن في ولاية أدرار في مدينة أطار وودان وأزوغي وشنقيط وغيرها، أن نؤسس أكثر لفاعلية ما يسمى بالسياحة الثقافية، والتي هي الصورة الإيجابية المعروفة اليوم عن موريتانيا بأن السياحة سياحة ثقافية بالدرجة الأولى. فالسائح يأتي ليتعرف على تاريخ الثقافة العربية الإسلامية في هذه المناطق، ولكنه سيكتشف من خلال هذه المتاحف أيضا طبيعة تلك المقتنيات والآثار المحفوظة في هذه المتاحف، سواء ما تعلق منها بالتراث المادي من مقتنيات عن الصناعة التقليدية والقطع الأثرية المعبرة عن تاريخ هذه الشعوب، وكما قلت لك مقتنيات مدينة أزوغي فيها كل مراحل حياة دولة المرابطين التي تم اكتشافها عبر حقب متعددة، إضافة إلى أن التراث أيضا اللامادي يمكن أن يعبر عن نفسه في سياق هذه المتاحف من خلال المخطوطات ومن خلال القطع المعبرة عن مراحل مختلفة من الثقافة الموريتانية. أستاذ سيدي، نود أن نستفيد من هذا الحديث لنتعرض لعموم الهم الثقافي الوطني من خلال البوابة الحديث عن المتاحف، لننتقل منها إلى جوانب ثقافية أخرى مرتبطة بالحياة الثقافية وبالهم الثقافي الوطني. مثلا المدن التاريخية الموريتانية هي مدن فيها الكثير من التاريخ الموريتاني والكثير من القيمة الثقافية والتاريخية، ولكن هناك أيضا ملاحظات كثيرة على الاهتمام بهذه المدن وصيانتها وحماية ما فيها من ثروة ثقافية. بالنسبة لتأسيس هذه الشبكة، كيف يمكن أن يسهم في سياق تعزيز هذا الدور الثقافي التاريخي لمدننا التاريخية، والتي كما تعلم هناك مشاكل كثيرة تتعلق بصيانة الكثير من جوانب التراث فيها؟ نحن نعتبر أن هذه ملاحظة أساسية في هذا السياق العام، وكما أشرت لك نحن نريد أن نواكب من خلال هذه الشبكة آخر المشاريع الكبرى لدى وزارة الثقافة فيما يتعلق بدورية التراث. الآن وزارة الثقافة تركز على مشروع التراث، لأن التراث له علاقة أساسية بالثقافة الموريتانية، يعني التعريف بالثقافة الوطنية من خلال التراث وتنمية الموروث الثقافي خاصة في هذه المناطق المصنفة كتراث عالمي. ونحن نطرح هنا كثير من الملاحظات في ملف المدن الموريتانية القديمة. نحن نريد أن نزيد من مساحة حضور تراثنا الوطني على لائحة التراث العالمي، وهي كما تعلم لائحة متجددة في كل فترة. نحن لدينا الآن 4 مواقع فقط،
وتمت على كل حال خطوات أخرى إيجابية وهي تصنيف مواقع ومدن أخرى على لائحة التراث الوطني، ومن بينها من هو مرشح الآن بقوة قريبا إذا تزايدت وتيرة الحراك الثقافي والفني مع اليونسكو لكي يكون تراثا عالميا، ومنها ملف مدينة زوج التاريخية لأنها مدينة تعود هذا أيضا يحتاج جهد، يحتاج إلى جمع الملف نعم من الناحية الفنية، لأنه أيضا كما تعلم تصنيف هذه المدن لدى التراث العالمي يصنف في دوائر معينة، هناك ما يمكن يصنف على أساس أنه تراث ثقافي أو إلى غير ذلك، وهناك ما يمكن أن يصنف على أنه ذو بعد تاريخي. مدينة زوجي هي العاصمة الأولى للمرابطين، ذكرها المؤرخين العرب، البكري قال عنها في بداية القرن الخامس عشر الهجري بأنها كانت عاصمة ثقافية لجنوب الصحراء الكبرى، وكانت تضم في تلك الفترة 20,000 نخلة، وزارها الكثير من الرحالة العرب، وكانت بوابة لتجارة القوافل وللتواصل مع قرطبة والأندلس. ونحن في هذا السياق وتواصلا مع أصدقائنا في إسبانيا وخاصة في مؤسسة البيت العربي، وجدنا لديهم هذه الجسور، وهذه الجسور للتواصل مع ما بين بلاد الأندلس وبين مدينة أزوغي التاريخية، حتى أنه الآن في المخطط العمراني الذي رسمه الرحالة والباحثين الغربيين لمدينة أزوغي توجد في أسفل الجبل في مدخل مدينة أزوغي دار تسمى دار إسبانيا، كانت مقرا للرحالة والتجار الإسبان الذين كانوا يتواصلون مع هذه المنطقة. فأنا أعتقد أن هذه حلقة من حلقات حوار الحضارات والثقافات، ولكن اليوم المتاحف تتميز عن جوانب العملية الثقافية الأخرى بأن هذا الطابع مؤسساتي. المتحف لابد له من مقر معين له مواصفات معمارية، ونحن استفدنا في هذا السياق من تأسيس الشبكة من أصحاب الخبرة، فمسؤول العلاقات الخارجية في المكتب التنفيذي لشبكة المتاحف الموريتانية الخاصة هو واحد من كبار المهندسين المعماريين في موريتانيا والذين نفذوا مشاريع كبرى، وهو المهندس منيه ولتاه، وهو صاحب أيضا مشروع متحف المذردرة في ولاية الترارزة، وهو الذي صمم الخطة المعمارية لمشروع مدينة أزوغي، والذي فاز في مسابقة دولية للفنون الإسلامية في اسطنبول. أعتقد أننا في هذه الشبكة اعتمدنا فقط على أصحاب الخبرات الذين نريد أن نؤسس من خلالهم لتجربة جيدة، حتى أننا لم نختر يعني رئيس الشبكة بالنسبة لنا هو أحد خبراء الإعلام، لأنه مقدم برامج لسيد عنين وليه هو إعلامي، مقدم برامج في إذاعة موريتانيا من الجيل الأول، مدير إذاعة موريتانيا أكثر من مرة مرتين، ثم شغل بعد ذلك وظائف مدنية وعسكرية، ولكن الآن نريد أن نستفيد من علاقات الجميع الدولية والمحلية في إطلاق تجربة ثقافية جيدة تصون التراث الثقافي الوطني من خلال المتاحف. وكما أشرت محمد فال اليوم في نواكشوط، اسمح لي نأخذ فاصل ثم نعود إن شاء الله للاستطراد الذي كنت أتود أن تتحدث عنه. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير لنواصل الحديث عن دور المتاحف في صيانة وحماية الثقافة الموريتانية، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد، والذي نخصصه للحديث عن دور المتاحف في التعريف وصيانه الثقافه والتراث الموريتاني. معنا الاستاذ سيدي والمجاد مسؤول الاعلام بالشبكه الموريتانيه للمتاحف الخاصه. استاذ سيدي اهلا وسهلا بك من جديد. مرحبا. كنت اتحدث قبل الفاصل عن بعض جوانب التميز في المبادره الجديده فيما يتعلق باطلاق هذه الشبكه والتغلب على بعض التحديات التي تواجهها المتاحف عموم العمل والهم الثقافي في المتاحف. كنت اريد ان اؤكد فعلا على تميز هذه المبادره، اول شبكه موريتانيه للمتاحف الخاصه في موريتانيا. اولا هذه الشبكه ستنضاف الى الوان الممارسه
الدراسة الثقافية التي تعود المتلقي والفاعل الثقافي موريتانيا على حضورها في المشهد الثقافي الموريتاني، المسرح، الشعر، الفن التشكيلي إلى غير ذلك، البحث العلمي. الآن نحن أمام تجربة جديدة وهي تجربة المتاحف. أنا أعتقد اليوم أن أبرز مظاهر الدبلوماسية الثقافية بالنسبة للدول والشعوب تأتي تأثيراتها الكبرى من خلال المتاحف. ولكن أن تعرف اليوم بأن من أبرز المعالم الثقافية اليوم في نواكشوط التي يتم استقطاب كبار الزوار والشخصيات إليها في موريتانيا هي المتحف الوطني. عندما يكون هناك رئيس يريد أن يتعرف إلى الحياة الثقافية يذهب به إلى المتحف الوطني. الآن أيضا في المدن الداخلية وخاصة في مدينة أطار أصبح متحف تويزيكت ومتحف أماطيل لذاكرة المقاومة العسكرية من أبرز جهات التي تستقطب الزوار وكبار الشخصيات في ولاية أدرار، لأنه أصبح لديه مقتنيات متنوعة في مجاله. متحف تويزيكت صاحبه الخليل تلقى العديد من التكريمات وزيارات لمتاحف عالمية وتم تكريمه في اليونسكو. أنا أعتقد أن هذه أدوار مهمة جدا للتعريف بالثقافة الموريتانية. فقط نحن نريد أن نؤسس من خلال هذه الشبكة لدور إيجابي وفاعل للمتاحف الموريتانية علميا وثقافيا، ولنربط ذلك أيضا بالدورة التنموية والاقتصادية للبلاد، ولنكسر أيضا ما يسمى بحاجز المركزية الشديد الذي يتحكم في العملية الثقافية في المدن الكبرى. عندما تكون هناك متاحف متوزعة في مختلف أنحاء الوطن تعطي صورة عن قرب للزائر للتراث والثقافة، وكما تعلم لكل ولاية وبعض خصوصياتها وعاداتها وتقاليدها. مثلا في ولاية أدرار وولاية تقانت التراث الواحاتي حاضر بقوة في المنتوج الثقافي والسياحي الذي قد يكون من أبرز مقتنيات هذه المتاحف. لذلك نحن أسسنا هذه الشبكة وهي بالفعل شبكة وطنية، ولكننا أردنا أن تنطلق تجربتها بشكل قوي وصارم من خلال الاعتماد على خبراء في مجال التراث وفي مجال الاتصال وفي مجال الإدارة والعلاقات الدولية. ولذلك لم نقبل أن تكون هذه التجربة يعني مترهلة أو غير فاعلة من خلال العضوية الفوضوية الفخرية. لا بد من أن يكون المتحف موجود وله دور وله تطلعات وبرنامج واضح حتى نستطيع أن نؤسس لتجربة حقيقية فاعلة في المجال الثقافي. نعم. أشرت إلى الارتباط ما بين الجانب إلى جانب المتاحف الاهتمام بل العمل الثقافي عموما وبين الدور التنموي، ونعلم في هذا السياق أن الجانب السياحي مهم جدا لارتباطه أولا بالجانب بهذا الجانب. الكثير من السياح لديهم اهتمامات ثقافية ويودون أن يتعرفوا على ثقافة البلد وتاريخه من خلال، ومن أهم عوامل ذلك أو وسائله التعريف من خلال المتاحف والآثار. برأيك هل ما هي أبرز العوائق التي تحول دون ارتباط الجانب الثقافي بالجانب التنموي بما يخلق حالة من الديناميكية يحتاجها القطاع الثقافي بشكل عام، ويحتاجها أيضا القطاع السياحي حتى لا يبقى مجرد عمل سياحي مبتور من هويته أو جانبه الثقافي التراثي؟ جيد، هذه فكرة مهمة جدا. أنا أعتقد أن الكثير من جوانب الفعل الثقافي يمكن تمهينه بشكل عملي، بمعنى أن يصير مهنة حقيقية ذات طابع حرفي ومهني فاعل ومدر للدخل. أضرب لك على سبيل المثال، كل يعرف بأن الصناعة التقليدية كمنتج تراثي وثقافي هي الصناعة التنموية أيضا، لأنها أولا تدخل حرفة مدرة للدخل، وبعض روادها وأصحابها الآن يشاركون من خلال نشاطات المعارض الدولية لوزارتي السياحة والثقافة في المعارض الدولية للتعريف، فهم يبيعون أيضا لديهم دخل. الصانع التقليدي صائغ للذهب، صائغ للكثير من الصناعات الحرفية قديما وحديثا، والتي كانت محركة للحياة الاجتماعية وللدورة الاقتصادية في البلد. أنا أعتقد أنه يمكن أن تتوجه إليهم مثلا ولغيرهم من رواد الصناعات الحرفية واليدوية والثقافية في موريتانيا، أن تتوجه إليهم برامج تنموية وقروض ثقافية. وأنا أعتقد أنه من ضمن المخطط الوطني للتنمية الثقافية الذي أعلنت عنه السيدة وزيرة الثقافة ما يسمى ببرنامج القروض الثقافية، سوف يكون هناك بنك مخصص لتمويل
أصحاب المشاريع الثقافية ذات الطابع العملي والحرفي، ونحن نعول على هذا الجانب خاصة في النهوض بما يسمى بالحياة الثقافية في الداخل. فليس من المعقول أن نكون في بلد مترامي الأطراف وذو مساحة شاسعة تزيد على 1,730,000 تقريبا مساحة، ويكون الحراك الثقافي قائم في مدينة أو مدينتين. يعني نحن أمام عزلة ثقافية في الداخل. بعض المدن في الداخل لا يأتيها صوت الثقافة ولا تأتيها القافلة الثقافية إلا في مهرجان المدن القديمة. نحن نريد أن نؤسس ونواكب دور هذه الشبكة والتواصل مع القائمين على السياسة الثقافية الرسمية في وزارة الثقافة في تمديد خطوط التماس مع العملية الثقافية في جميع أنحاء البلد، وهذا لا بد له من مقرات ثابتة ليس لا توجد الآن في تصورنا إلا من خلال المتاحف التي يمكن أولا أن توفر يد عاملة تتمثل في الخبراء القائمين عليها وفي المرشدين السياحيين المرتبطين بها وفي باعة الصناعات التقليدية في محيطها. ولذلك نحن لدينا تصور في الشبكة بأن هذه المتاحف لا يجب أن تكون مقرات معزولة، يجب أن تكون مرتبطة بالفعل السياحي والتنموي من حولها، دكاكين للصناعة التقليدية، نزل وإقامات فندقية صغيرة، حتى نستطيع أن نعيد مزيد من النشاط إلى حياتنا الثقافية والسياحية في الداخل. نعم، هذا البعد المؤسسي الذي تؤكد عليه دائما في الحديث عن المتاحف، هل يمكن أن يتطور ليؤسس انتعاش في مجال المتاحف حتى تكون هذه المتاحف فعلا بالصورة التي نأملها وبالصورة التي يحتاجها التراث الموريتاني حتى لا أقول تنافس المتاحف الأخرى، وإنما على كل حال أن تأخذ المعايير الدولية المعتبرة المعروفة في مجال المتاحف؟ ما الذي نحتاجه بين قوسين، ما الذي نحتاجه زمنيا وحتى فنيا حتى نحصل على هكذا متاحف، على متاحف يمكن أن تتوفر فيها بعض هذه المعايير المهمة لحماية التراث الموريتاني، وحتى تعطى هذه المتاحف بعدا أكبر إقليميا ودوليا؟ دعني أقول لك بصراحة أننا نحن الآن في مرحلة الإرهاصات الأولى لصناعة حياة ثقافية قائمة على نظام المؤسسات للمتاحف. فالمتاحف معماريا لا يوجد اليوم في موريتانيا أي مؤسسة للمتاحف أو متحف بالمعايير الفنية المعمارية الحقيقية، لأنه المتحف له شكل معماري وفني يراعي مميز ويختلف عن البنايات الأخرى. ولكن نحن نريد على الأقل أن نتدرج في جمع وفي تشجيع أصحاب التوجهات القائمين على مبادرات جمع التراث الثقافي الذي يمكن أن يؤسس على الأقل للذاكرة الحية المرتبطة بالثقافة الموريتانية، أن نحفظها أولا بأي شكل من الأشكال. نحن كنا قديما نتنقل على ظهور العيس، وكانت العيس والجمال هي وسيلة النقل في سفن الصحراء، الآن أصبحنا نتنقل بوسائل أخرى. ولكن اليوم في إطار الحياة الثقافية المعاصرة، وكما أشرت لك المتاحف تأتي في الطليعة، بالنسبة لجمهور المتاحف أكبر من جمهور السينما ومن جمهور الشعر. ولذلك نحن في الشبكة لدينا رسالتان، رسالة للداخل ورسالة للخارج. رسالة للداخل وهي رسالة ثقافية بطبيعة الحال، هي أن نعرف الناشئة والأجيال عن قرب على هذا التراث الثقافي محفوظا داخل هذه المتاحف، كل بخصوصيته ومعطياته وألوانه. وأيضا على مستوى الداخل أن نكون حلقة من حلقات الدبلوماسية الثقافية في التواصل مع الهيئات الكبيرة والفاعلة يعني العاملة في هذا المجال، سواء الاتحاد العالمي للمتاحف أو الرابطة العربية للمتاحف وغير ذلك. وأيضا أن نربط صلات جوهرية يمكن أن تخدم الثقافة الموريتانية. نحن لدينا توجه باسترجاع ما يمكن استرجاعه من ذاكرة التراث الموريتاني بمختلف ألوانه المادية والغير المادية من خلال هذه الشبكة. أيضا المهتمين بالتواصل مع المجتمع المدني اليوم في العالم أصبحوا يؤمنون بضرورة التعامل مع الشبكات وجهود المجتمع المدني بشكل منسق، وليس من خلال الأفراد يعني. ولذلك نحن نريد أن نعمل عمل جماعي يؤسس لنتائج إيجابية للثقافة الموريتانية في المستقبل بحول الله. رسالة للجمهور الموريتاني في هذا السياق، هل هي بتشجيعه على أو تذكيره بأهمية هذا التراث التاريخي وبأهمية جمعه وبهذا الحس التاريخي الذي يفتقده البعض، كيف يمكن أن ننميه
في مسيرتنا نحو تأسيس متاحف وعمل ثقافي موريتاني حقيقة؟ هذا الأخ محمد فارس سؤال مهم. مثلا نحن نريد أن ندخل دائرة المتاحف في صميم البرامج مناهج التعليم في موريتانيا، بمعنى أن نعرف بالمتاحف الموريتانية وبالثقافة الموريتانية والتراث الموريتاني في إطار برامج التعليم، سواء في التربية المدنية أو في الثقافة العامة إلى غير ذلك، أن نقلل من هامش التعامل مع المناهج الأجنبية، لأننا يجب كما قال المفكر الإسلامي مالك بن نبي أن نحدد على أي أرضية نقف. نحن مجتمع له تراث وله ثقافة، ولسنا مبتي الجذور حتى نظل دائما عالة على التجارب الثقافية الأخرى. نحن حراك قرون من الحضارة العربية الإسلامية في هذه الديار وفي هذه الربوع، وكنا رسل محبة وسلام من أعماق هذه الصحراء حتى الأندلس التي ساهمنا في تأسيس حضارتها عبر 8 قرون، 800 سنة من الحضور الأندلسي الذي ظل أثره قوي في تلك الأماكن. وأنا كنت زرت عن قرب هذه الأماكن، كنت مسؤولا عن مهرجان ابن زيدون للشعر في قرطبة، وفي وزارة إشبيلية، ورأيت ملامح الحضارة العربية الإسلامية وحتى جذور القافلة الموريتانية في الأندلس ومظاهر التواصل الثقافي من خلال العديد من الآثار والجسور التي يعتبر الإمام الحضرمي مثلا، والتراث الثقافي في أزوجي مظهر من مظاهرها. نحن يجب أن نحرك هذا الفعل الثقافي لكي يكون لنا حضور، لأن اليوم الدبلوماسية الناعمة خاصة من خلال الثقافة هي التي تؤسس لحضور قوي. الحضارات والدول التي قامت على العنف وعلى السيطرة منذ الحرب العالمية الأولى والثانية زالت هذه الإمبراطوريات. اليوم الفكر والثقافة والإعلام هي الأسلحة القوية والناعمة للتأثير وللتواصل. ولذلك حتى بالنسبة للجمهورية الفرنسية التي تعتبر الخلفية الأخرى للتعامل بالنسبة لكثير من مثقفينا، معظم رموز النخبة المثقفة والسياسية في فرنسا عندما يصلون إلى السلطة لابد أن يكون لديهم مشروع ثقافي بارز يؤسسون من خلاله لحضورهم في تاريخ الأمة الفرنسية. مثلا الرئيس ميتران كان مشروعه الأكبر الذي راهن عليه على مدى سنوات هو معهد العالم العربي في باريس، وغير ذلك كل واحد يأتي بمشروع ثقافي متميز. ولذلك الحديث ذو شجون في هذا المجال، ولكن عموما هذه تجربة يراد من خلالها زيادة مستوى الفعل الثقافي والدبلوماسية الثقافية في موريتانيا. نعم أستاذ سيدي، شكرا جزيلا لك مع المشاركة في هذه الحلقة وعلى هذه الإضاءات التي شرحت من السادة المشاهدين عن هذا الجانب الثقافي المهم في لحماية تراثنا وثقافتنا الموريتانية. مشاهدي الكرام أقول لكم تحيات فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة من المشهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.